حاضر توا نوض ندور عليه. قولي لي يا هو فما جامعة يدرى من فمك لي باب السماء؟ ان شاء الله ربي يهديه ويكمل قرايته. اللي يقرو في الجامعة مش خير منا؟ لا مش خير منا، لكن اللي يقرو في المعاهد والجامعات ما ليهم يندروا عليهم وين، وحتى كان باتوا برا اكيد لغرض القراية مع زملائهم. القراية والمذاكرة خليناهم لك انتي. بري 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 كمي عقاب نومك، طغنا البس جلابيتي نمشي ندور ولدي بروحي. واحدة والنهار طويل. عمي صباح الخير. صباح النور يا بنتي. أحسن حاجة تديريها تضمن فطورك على بكري خير. على قولتك يا عمي، واحدة أصلا حتى الدوشكا بيت البرة ما عنديش من يجيب جرتي. باهي فيكتي خويلة حتى هو خليتيه يفطر معاك. يا عمي خليني أصلا ما بدش نزعجة، لكن مدامك أنت سخفت عليه بالله عليك كمل جميلك وضق عليه باب الدار، خاطر معاش ما سهل بعد خدمته. يا سلام حتى هو بدا يشتغلوا. ما دام هيك خلينا نمشي نفيقه ونسايره ناكل معاه لقمه ولا اثنين، هذا اذا كان لحقت معاه على حاجه. الباين عليه فاق وطلع بكري علي خاطر اللي يشتغل. يا بنتي لازم ينوض بكري من الصبح. يا سلام عليك يا خويلة، قداش متابر ومكافح، هيك هي الحياة. أيوة يا بنتي، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. يا سلام يا سلام يا بنتي، بين يوم وليلة تحول من كاسح جبار لباحث عن رزقة من أول النهار. اسمع يا عمي ما تقوليش بعدين وانا غداي، راه قلت لك من تو راهي الثلاجة فاضية وصارت الخضرة مفياش الا راس البصل وطرفين بطاطا. هوينا عندك راس البصل ديري بيه سلطة بصل باللي من القارص، وطرفين البطاطا اقليهم لي خالك، وانت هكا تهنيت يعني روحك. اما بالنسبة لي انا يا بنيتي انا متغدي برا، والدوشكا حتى هو انا عارفة يهني علي روحها، لكن اسمي لما يجي الدوشكا قولي له قال لك بوك ضروري ما تجيني في المحل الغادي، نبيه ضروري يسلم بنتي. كتر ضروري منا عندك الايام هذه يا عمي، الله لا تحرمنا منا الضروري. على العموم انا اصلا ماشي لحوش خالتي خالتك زبيده يا بنتي. خير ان شاء الله؟ شنو فيه؟ لا شي يا عمي، غير قلت نمشي نتحمد لها على سلامه الكراندي. ايوه خير يا بنتي، الناس بالناس. لكن يا عمي مش عارفه كيف بنمشي لهم هيك يديا فاضيات،
انت عارف الدوش كم هناش واخوالها بسلامته في الخدمه. تعرف احسن حاجه عمي خلي لما يجي واحد منهم ناخذ منه باش نشري لهم حاجه نمشي بها. وهذا يصير منا يا بنتي. هاك خودي ها هاك او هادو 50 دينار خودي بيهم واللي تبيه باهي، لكن اسمعي ما تنسيش تسلمي لي عليهم هلبه. هاك خوديها. حاضر يا عمي ولا يهمك، اصلا حتى خالتي زبيده راهي تشكر فيك هلبه وديما تقولي هكي تريس يا بلاش. وهذا امتى صار يا عمي؟ ما تتذكرش هذيك المره اللي مشيت فيها على خاطر موضوع اخوالها؟ لكن تعرف يا عمي قاعده متحشمه منهم على خاطر مشي لهم ايديا فاضيات. لا 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 ما تخميش يا بنتي ما تخميش. اه خودي اه او هادو 50 دينار تانيات، لكن اسمعي نبيك في موضوع ونبيه يقعد سر بيني وبينك، ردي بالك تقولي عليه حتى لواحد. حاضر يا عمي، هون حفرنا وهون تمرنا. مش عارف شنو مخلي التاج معطل لي توا، والولد مش بعيد قاعد جيعان. شنو الاولاد امال انا عز الدوشكا ولد اختي؟ الدوشكا هني نعرف ولد الاخو تجيب من خالها شويه، الا الدوشكا هذا ما جاب منك شيء. تعرف يا جراندي الدوشكا على قد ما يدير ما نتعفلقش منه بكل، على خاطر يدير في حاجه تخلي فيا نسايره في اللي يبي. والولد هذا زعما عنده خال زيك؟ يا وقدامك انشته. قول لي يا ولاد عندك اخوال؟ عندي 10 اخوال، كل واحد عنده قريب 20 ولد، وعندي حتى عمام. ومن هم عمامك يا فالح؟ عمي الكبير الرقبة، وعمي النخصة، وعمي المكلبش، وعمي السن، وعمي البوزة، وعمي الصغير احمر العيون. نعم نعم حتى احمر العيون عمك. ايه عمي وانت تعرفه؟ نعرفه هي عيني والله، تكيف ما نعرفهاش. قول لي يا شرنقة تعرف كان ورقنا ولا؟ قول مش انا فاهم مفروم، مش عارف كيف تفكر يا دماغ انت بس، من دون العالم كله ما لقيتش الا ولد خو احمر عيون. وليش نعرفني؟ صديق قديم هو اللي قال نبي نخطف ولد نفر جديد. تباهي باهي تي ما تقول ليش تاج وانا قطعت رقبته. سبيك لبيك تاج بين ايديك تفضل. توا رقبتك هي اللي بتولي بين ايديك يا تاج. ليش صنصنو في دير؟ تي هو انت شن هو اللي ما درتاش؟ يا راجل عقافها تخطف ولد خو احمر عيون، خو النخصة والمسن والبوزة والمكلبش، وتقول لي اني مش عارف شنو يدير. انت في عم احمر عيون؟ ايه. اوه انت لا اسمع في سمت في يقول ام هذا ام هريون، هذا صديق كثير انا فيه. انت التو لازم فيه يمشي يروح وش بابا، خلاص اكيد هو في مسؤول كثير. انت علي نفر والله. لا انا ما نبيش نروح، نبي نقعد معاكم هنا. وعلاش ما تبيش تروح يا بابا؟ بعدين بوي يضربني وعمامي يضحكوا عليا واخوالي ماش يكلموني ويقعدوا يعذروا فيا الخطر وما قدرتش ندافع عليه روحي. قال لك صديق قديم هو في خوف نفر جديد. يا اسمع يا ولاد برا روح بروحك وقول لي ابوك وعمامك واخوالك خلصت روحي بروحي. نوض تنوض خير ما يطب علينا حد. نوض استهب. تاج انت في خطه فاشور، انت ما فيش عارف اخطف ولا تعرف شرنقه انت وياه. لمك شيشك انت وياه ويلا، والله ما عاد عندنا قاعد هنا. تي قال لك عم احمر عيون. عمي يوسف. ايوه مدام ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله تكون هي بس يا رب. نهارك حليب نهارك حليب بتاريخ اليوم، نهارك مبروك ما فيه شروك، وعدوك مهلوك ونفرح ونجيبوك والله يرحم بوك. صبحك بالخير والهنا يا يوسف. شنو وليت تقول حتى في الشعر؟ الشعر وبس يا زبيده، تاني قريب نفوت عنتر من شداد غادي راهو اذا كان استمر الحال على هالحال. حال حال شنو؟ ما شاء الله عليك رايح زي الفرح والسعد. ارجوك ارجوك يا زبيده نبي نقول لك كلام وما نبيكش تتسرعي في اتخاذ قرارك. احسك خوفتني. قرار شنو وكلام منه؟ توصل لي راس لساني وما تبيش تطلع. اسمعي اسمعي يا زبيده مش قادر مش قادر يا ناس مش قادر. خلاص يا زبيده خلاص، توا امل امل بعدين تقول لك على كل شيء. امل؟ كلام شنو اللي بتقوله لي امل؟ اللي عندها قلاته والبنت ورايها يا حاج يوسف. لا 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 يا زبيده الباين عليك مشيت بعيد. المهم قولي لي الجراندي الجراندي شنو حالها توا؟
ان شاء الله غير ما نكونوش قصرنا معاه. بس الجراندي، اني الجراندي ما شفتهاش من النهار اللي رفعوه فيه. كيف صار هالكلام يا زبيده؟ اني روحت به بروحي وقال لي بنمشي نخلص ديني ما ديني عند واحد صاحبي وبعدين بنروح. لا يا ودي ما روحش للحوش، والله ماني عارفه اش ندير معايا حاج يوسف، الولد هذا بيهبني عقاب عمري. لا 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 يا زبيده، قولي في اول العمر ولا يهمك، يوسف في جنبك ومعاك على طول. وبالنسبه للجراندي هو انا نحطني في وسط عيوني ونديرها زي نفسي وقت. بالله يا يوسف رد بالك منا الولد وخلي بالك عليه وطمني، الله يطمن قلبك. حاضر حاضر يا قلبي، قصدي يعني اطمني اطمني، ما يكون الا خير ان شاء الله. وهون امل تو تقول لك على كل شيء. امل خير هالعفو، شنو في زعمة؟ افهمني كويس يا راجل، ما نبيش تهور من اي حد. اخذ الحيط والحذر اهم شيء في مهامنا الامنية، مفهوم؟ مع السلامة مع السلامة. ايوه يا امل. شني طمنيني يا بنتي. يا سلام يا سلام، يا عيني عليك يا عيني عليك. انا من زمان يا بنتي من زمان ونقول امل هذه زي بنتي بالضبط، ما هيش مرت ولدي. ايه تعرفي يا امل لو يصير منا الموضوع ندير لك حاجه عمرك ما حلمتي بها في حياتك. شن هي؟ لا 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 ما ليش قايل لك عليها، بعد ما تتم المهمه نتاعك ان شاء الله. هيكي راهو بينزعل منك يا بنتي. حسابك بتولي في كلامك. أنا ما عمري نولي في كلمتي يا بنتي، لما نقول لك كلمتي خلاص باهي مالا، حتى انت وريني كيف عند كلمتك والميه تكدي بالغطاس. هيا بسلامه يا بنتي، مشغول تو عندي خدمه هلبة. هاي هاي بسلامه بسلامه. ايوه ايوه ايوه، وانا نقول شنو مخلي الميركم كبد على المكان هذا مع شب يطلع منه. انت هذا فاتح مر عيون غادي وراسك شرنقة لا احمر عيون ولا غيره، ما ياخذوا لذرنا من هالجثة. والله لا منور، ربي يحفظك يا جتة، اطلع طول. في تعرفوا يا اولاد كان مش من جتة، قصدي كان مش من ميركو، راهو مشيت فيها وما يندري علي حد بكل. نسيب ولا ابن عم قريب؟ العقبة عندكم يا جراندي. لا 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 فكني يا اخوي من الزواج وغنت انا. هو ما قالكش انت، هو قال العقبة عندكم، معناها مرات في حد يبي يناسبك. ومنو سعيد الحظ هذا؟ اخوك الميركو يا جراندي، طالب القرب منكم. الميركو راهو حكى لي على كل شيء ومستغرب فيه انا، اول مره يفتح لي قلب هكي، وقال كان الجراندي ما وافقوش، هذاك اللي بيني وبينه ما عادش نعرفه بكل. تعرفوا يا اولاد انا مش عارف شو اللي صار لي، واحده واحده وفهموني شو فيه. الموضوع واضح يا جراندي، الميركو يبي يناسبك، معناه يبي ياخذ اختك، وكان مثلا انت رفضت الموضوع، الميركو قال بنمشي لامك وبنحكي لها على خيمه الصندوق وبنقول لها اللي دبر وخطط للموضوع. هو مش هيك الكلام يا ميركو؟ وي عليك يا شرنقة وي، والله لا ما تقول لو كنت معانا غادي، لكن انا بنعرف حاجة واحدة، شنو فصل الصندوق هذا والميركو ما باش يقول لي. أنا الصندوق ما فتحتاش يا دوشكا ولا نعرف شن فيه، خليته مسكر اني نتصرف فيه لجراندي. إذ كان لجراندي وافق على خطوبة أخته يعتبر الصندوق هدية لخطوبة أخته من ميركو لأحلى جراندي. يا ريتني جيت نعرف نزغرط، راه زغرطت من بكر. وخلي الحديد هو اللي زغرط يا شرنقة. ايوه ايوه يا ساتر يا ساتر. ايوه هذا كل جماعه 100 100، هو في بلة سنارة، لكن في كلام هذا في احمر عيون اليوم لازم فيه فلوس ضروري، ولكن ممكن احنا ما فيش فلوس، لانه هو ممكن نقول حقيقه لجراندي، لكن انت في ضروري وقع ورقه، هذا في ولد روح حوش. انت عارف انا منو؟ انا تاج الدين نورهان هرم. السلام عليكم.